كورونا بدقائق من قناة حلب اليوم الفضائية، أهلا بكم. نقل مراسل حلب اليوم في دمشق عن مصدر طبي داخل أحد مستشفيات العاصمة أن 8 عناصر من قوات النظام أصيبوا بفيروس كورونا وطبق عليهم الحجر الصحي في مشفى تشرين العسكري. وأضاف مراسلنا أن إصابات العناصر جاءت نتيجة لعدم اتخاذ قوات النظام أي إجراءات احترازية تقي عناصره هذا الوباء، حيث يتم تجميع أعداد كبيرة من العسكريين في ساحات العاصمة وريفها لتأمين نقلهم بسبب قرار وقف التنقل بين المحافظات. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا من دمشق مروان السيد. مروان، أهلا بك إلى هذه التغطية. هل فعلا الرقم هو 8 عناصر مصابة بالفيروس؟ نعم جاد، بالنسبة للإصابات من عناصر النظام هناك بالتأكيد إصابات أخرى، أعداد المصابين من عناصر النظام أكبر من التي يتم الإعلان عنها من قبل جيش النظام أو التي نتمكن من الحصول على تأكيدات حولها من مصادر غير رسمية كالأطباء وذوي العناصر. على الرغم من سياسة النظام الإعلامية في التعتيم الإعلامي على الإصابات أو ذكر وجود الإصابات في جيش النظام، تأكدنا من تسجيل 15 إصابة من عناصر النظام، بينهم 3 خالطوا قوات إيرانية في منطقة في محافظة دير الزور شمالي شرق سوريا، وآخرين تمت إصابتهم نتيجة الإجراءات المتبعة في جيش النظام والتي لا تتمتع بأي من المعايير الصحية العالمية. مروان، أيضا نريد أن نعرف ما هي الإجراءات التي يتبعها النظام لمنع تفادي انتشار كورونا؟ بالنسبة للإجراءات التي يتبعها النظام باتت إجراءات أمنية أكثر منها صحية أو احترازية، فمع قرارات وقف التنقل بين المحافظات وإيقاف حركة الأرياف إلى المدن وتعطيل معظم الأعمال والمحال التجارية باستثناء العيادات والصيدليات ومحلات الأغذية، اليوم يتم الحديث عن تمديد ساعات الحظر ومنع التجوال بداية من الساعة 2 ظهرا، وهناك ترقب وتخوف كبير من الأهالي الذين نسبة كبيرة منهم لم تعد قادرة على شراء احتياجاتها، لم تعد قادرة على تأمين مستلزماتها الضرورية كالأدوية والأغذية بسبب توقف أعمالها بسبب ارتباطها بأعمال يومية وليست بوظائف تصلهم مرتباتهم بشكل شهري. نعم، من دمشق مراسلنا مروان السيد، شكرا جزيلا لك. أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة عن قلقه بشأن التأثير المحتمل لفيروس كورونا على النازحين في محافظة إدلب. وقال المتحدث باسم المكتب الأممي يانس ليرك إن الأمم المتحدة تشعر بقلق شديد حيال تأثير كورونا على أكثر من 9,000 شخص شمال غرب سوريا، لافتا إلى أن المدنيين النازحين يعانون من نقص الغذاء والمياه النظيفة في مخيمات إدلب. أعلنت وزارة الداخلية التركية أن رحلات حافلات الركاب بين الولايات ستكون بموجب تصاريح من الولاة كإجراء لمنع انتشار فيروس كورونا. وجاء ذلك بحسب تعميم صادر عن الوزارة تم إرساله لكافة الولايات في إطار سلسلة تدابير تتخذها السلطات لمنع تفشي الفيروس. وبلغ عدد وفيات كورونا في تركيا 92 حالة، فيما تماثل 42 مصابا للشفاء. وللمزيد معنا على الهاتف الزميل يوسف ملا لموفاتنا بتفاصيل أكثر. نعم جد، البارحة 27/3/2020 مساء الساعة 10 كان هناك كلمة للرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عن تدابير جديدة ستدخلها تركيا، من بينها منع السفر الداخلي والخارجي حيث توقفت الرحلات الخارجية، أما بالنسبة للرحلات الداخلية فأصبحت مشروطة، ويعني هذا الأمر أنه لن يستطيع أي شخص في تركيا من المقيمين الأجانب والأتراك أيضا مغادرة أي ولاية دون الحصول على إذن مسبق من الوالي، والإذن سيمنح فقط لمن لديه حالة وفاة أو لمن لديه
سوق طبي إلى ولاية أخرى للعلاج، ولن يكون هناك تساهل في هذا الأمر. في صباح اليوم أعلن والي إسطنبول توقف حركة السفر بالنسبة لإسطنبول، كذلك تلا والي عنتاب ووالي أنقرة توسعت القرارات، وأعتقد أن هذه القرارات والتدابير الجديدة سيكون لها دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا في تركيا. كشفت شركة إيبوت الأمريكية المصنعة للأجهزة الطبية عن ابتكار جهاز يستطيع تشخيص الإصابة بفيروس كورونا خلال 5 دقائق، وقالت الشركة في بيان لها أنها حصلت على الإذن اللازم من إدارة الأغذية والأدوية في الولايات المتحدة للاستخدام السريع للجهاز، وأكدت أنها ستعمل اعتبارا من الأسبوع القادم على إنتاج 50,000 جهاز من أجل القطاع الصحي الأمريكي. أطلق أطباء من الجالية العربية في تركيا مبادرة طبية لمساعدة السلطات الصحية التركية في مكافحة فيروس كورونا من خلال وضع الأطباء العرب والممرضين والصيادلة وأطباء الأسنان والمخبريين يضعون أنفسهم جميعا تحت تصرف وزارة الصحة. المبادرة أطلقها أطباء سوريون وحظيت بدعم أطباء مصريين وغيرهم، وانطلقت من اسطنبول لتشمل كافة الولايات التركية. أعلنت منظمة الصحة العالمية مشاركة 45 دولة في تجارب دوائية سريرية للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا، وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من مخاطر متزايدة تهدد الطواقم الطبية في جميع أنحاء العالم بسبب ازدياد عدد الإصابات بكورونا، وأضاف إن المنظمة تسعى لتقديم كل الدعم الممكن للدول الفقيرة في مواجهة الفيروس. أعلنت السلطات الأردنية وفاة أول مواطنيها بفيروس كورونا وإصابة 235 حالة، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير مشفى الأمير حمزة الخاص بعزل المصابين بالفيروس أن المتوفاة سيدة تبلغ من العمر 83 عاما، وكانت تعاني من مشاكل صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم. مشاهدينا الكرام، انتشرت مؤخرا الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة حول الوقاية من فيروس كورونا، وبدأت المواقع الإلكترونية تداول ونشر بعض المقاطع بين الناس. في المادة التالية نتعرف على أبرز هذه الشائعات والطرق الصحيحة للوقاية من كورونا. نتابع معا. أما الآن فإلى آخر إحصائيات مصابي فيروس كورونا حول العالم وفق وزارات الصحة في كل بلد. وختام نشرة كورونا بدقائق، لا تنسوا متابعتنا عبر البث المباشر وصفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتذكروا دائما أن بقاءكم في المنزل حياة. دمتم بأمان الله.